مرحبا، كيفكن؟ رح نشتغل اليوم على أفكاركن، كيف ممكن تشتغلوا عليهم يعني لحتى يطلع الفيديو قبل ما تصوروا، كيف ترسموا أفكاركن مزبوط وكيف تطبقوها إخراجياً. هيدا الجمعة مع أميل كان الصف مختلف عن هديك الجمعة. عرفت أنه الموضوع تبعكن هو الإدمان، بدنا نفكر كل واحد شو عنده فكرة وكيف عم بيفكر يصورها ونشتغل على أساسها. أنا حابب أعرض الفكرة بتاعتي المرة دي بشكل مختلف عن اللي فات. عظيم. حابب أعرض بدل ما أنا بحط موسيقى كوميدية وبتكلم في كلام كوميدي وكده، أنا أحط موسيقى حزينة وطريقة التصوير هتبقى حزينة، بس الكلام اللي بيتقال فيك فيبين إن هو كوميدي، بمعنى إن أنا مدمن سوشيال ميديا ومحتاج أحط بوست دلوقتي وصوت موسيقى عمال يطلع والنوبة بتجيلي وحد يفتح لنا الواي فاي بسرعة ومش عارف إيه والكلام ده. بس حلو كتير الموضوع إدمان على التواصل الاجتماعي. وهيبقى في دكتور نفسي المفروض قاعد أنا بعرض له المشكلة. كتير مهم نحس عن جد إنه نحن بعيادة طبيب نفسي، بالديكور، بالهيدا، عرفت الكنباية وكيف أنت بتقعد، جرب خلق هيدا الجو. شفت الجو؟ شفت هون نحن خلقنا هون كيف بيقعد الشخصيات؟ شفت هون هيدا الجو اللي عم قلكن عنه. دكتور دايما وراء هودي بهودي الأشياء هيك للقد هودي القديم، نحن بدنا نعمل مثل القديم، الكلاسيك الأولد سكول. شفت الديكور؟ شفتوا الديكور اللي عم بحكي لكم عنه؟ حيطان بيض ما بقى بدي شوف، ناس ملزقة على الحيطان ما بقى بدي شوف. كل اللي قاله لي كوم ولما وراني على شاشة كوم تاني فهمت انا هصور ازاي، هحط الكاميرا ازاي، انا هتصرف ازاي قدام الكاميرا. الموضوع اختلف تماما لما وراني مثال على الشاشة. فكرتي هي بتكون عن قصة الهامستر اللي راح اجيبه في الفيديو، لأنه في تجربة صارت في السبعينات وتكررت من جديد لاحقاً بعد كم سنة. طب كيف راح تصورها؟ هل هو هذا اللي بيصير يبرم على الدولاب وهي؟ يس بالضبط. أوكي. إذا ما قدرنا نلاقي هيدا الدولاب الصعب اللي هو أحلى شيء هيدا، فينا ناخده من فيلم مثل ما قلنا 2001 Space Odyssey أو من شيء دوكيومنتري أوريدي نعمل على تجارب على الفار. هي تجربة ما يقدرش يعملها في يوم واحد، لانه لازم هذاك الفار يقعد في قفص وقت طويل باش يعرف باللي الوضع ادمن ومن بعد يحطهم على قفص اخر. ثم اخراجيا سبيكين ما راحش تكون ممكنه. هل راح يكون عادل الريست اوف اس انه هو مثلا يستعمل الفوتج من الفيلم ولا من اليوتيوب وحنايا نروح نصور اخراجيا سبيكين؟ سو وات، ايش مشكلتك يا نور؟ مش كله راح يستعمل شقفه صغيره منه، وانت فيك تستعملي كمان شقف. زاهد قلقني هذه المره لانه كل اسبوع ينتقد الفيديوهات تاع الاخرين ما رغم انه ما يتعبش في الفيديوهات تاعو. It's not unfair. It's advantage. حتى انت ممكن تستغلي ماشي من ناحيه المستقبل، من ناحيه احنا كلنا مثلا نخرج ونروح نصور وانت تستعمل فيديوهات واجدين وتروح تحطهم. لاي شخص يعني غيران مني او يعتقد انه وضعي اسهل مثلا، وريني شغلك لا تتكلم. هذا الاسبوع لازم يخاف لانه رغم ان احنا رايحين نصوروا برا وهو يجيب حاجه واجده راح نكونوا في صداره. لا يطلعوا افلامكم منيح بدنا دائما نفكر بشو بدي من هالفيلم. اوكي خلقنا الفكره، هيك خلقنا الفكره، وين بدي صورها، حركه الكاميرا كيف بدها تكون. اوكي هاي كثير مهم. انا لسه ما طلعت بفكره، بس انه الشيء اللي انا افكر فيه تكون رسمة على الجدار. طبعا انا بتكلم احاول نتكلم عن القهوه مثلا، عن ادمان القهوه. ابغى اخذ بدل ما ارسمها على الورق اخذ الشيء ارميه على مثلا على الجدار يكون مرسوم. مش احلى تصوير يكون انه ارميها بعدين تطلع هي على هذا او نفسها. اهم شيء في كاميرا اكيد ضروري تكون فرونت من هون نشوفك عم تكب لحتى نشوف شو عم بيصير. اوكي احنا بعد ما شفنا شو عم بيصير بالاخر، وانت اصلا هيدي طريقتك يعني بتفرجينا صور 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 وبالاخر بتفرجينا النتيجه. فهون كثير مهم مثل ما قلت لك مره السايد شوت اللي هو هذا الحيط. اوكي كاميرتي تكون هون لانه بدي اشوف عم تضرب مزبوط. اوكي هذا الشوت القريب. هالمرة ما تصور بالجو برو، اوكي؟ الا اذا بدك تحط الجو برو هون، بس يكون عندك كاميرات تانية، في محلات بدنا اياها نحن اقرب، اوكي؟ للاشياء اللي عم بتكبها.
ريسيرش مهمة يا جماعة دايماً، أوكي؟ مش عم بقول إنه ناخذ الأفكار مثل ما هي بس نقتبس منها. الحلو بصف إيميل إنه قعد ويانا كلنا وأعطيناه أفكارنا وقضى وقت مع الكل وشوف كل واحد بينا مثال ممكن يستعمله بالتصوير مالته. ما أنا رح أحكي عن المنشطات الرياضية. فكرة الفيديو موجودة، بدي ورجي بريفلي شو هي المنشطات والسايد افكتس تبعتها، وطبعا عن طريق السايد افكتس واي يو شودنت تيك ات، ليش ما لازم تاخذها. هذا الشيء رح يبين. الفيديو بدي يعطي ديسكاستينج فيلينج. اربط الفيجوالز اللي انا بدي ورجيهم انه الابره مثلا عملت انفكشن. وكيف عم تفكر تصورون؟ في مقاطع فيديوز في واحد جرافيك انه البس هيك عم يطلع بسبب الانفكشن. بدنا نجرب نعمل شغله، اذا بدك تعمل انت شيء مثلا هالقد مقزز وبفزع وصعب وكل هالاشياء لازم نحس فيه مزبوط، يعني بالموسيقى بالمونتاج بطريقه التصوير بالضوء الدراماتيك اللي عم تعمله. مثلا هون شوف كمان كيف حاطين، في مش كله اسود ولكن في عندي محلات هيك، فهيدا الشيء دراماتيك اللي عم بحكيكم عنه، هيدا الشيء اللي بخليني احس انه حسيت بالجو. هالمره استفدت اكثر لانه المره الماضيه كنت مصور وخالص، هالمره ما كنت مصور، فمشان هيك المعلومات كلها اللي اعطاني اياها راح اخذها بعين الاعتبار لما اصور. فاذا هالمره جربنا نشتغل على كيف ممكن تحطوا افكاركم والجو اللي بدكم تخلقوه، هيدا كثير مهم دائما نفكر فيه. وبدي افهم مثل ما رجعنا قلنا شو بدي من هالفيديو، شو بدي طلع من هالفيديو لحتى المسج ما يضيع. اوكي ما يضيع، وبس افهم فعلا شو بدي منه، هو بتجي الافكار منها لوحدها. اوكي هيدي هي. أنا حبيت موضوع التحدي تبع الأسبوع ده اللي هو عن الإدمان، ولكن كرهته لأنه صعب جداً بالنسبة لتخصصي أنا. الآن أنا طلعت بفكرة كويسة، المفروض أنه أصور الهامسترز دولة على أساس أنهم في طبيعتهم كده مبسوطين مع بعض، قاعدين يلعبوا ويأكلوا وكمان يشربوا موية وزي كده. عشان أصور الفيديو هذا جبت جو برو تبعي عشان أصور الهامسترز من قريب، وكمان استعرت كاميرا بروفيشنال على أمل يعني أني أقدر أطلع بفيديو كويس. التعامل مع الحيوانات صعب جدا، مشابه لصعوبة التعامل مع الأطفال، يعني ما يسمعوا الكلام، بيسووا أشياء يعني ما تبغيهم يسووها بزي كده. أنا أبغى دحين الهامسترز يطلع على الويل، ولا واحد منهم راضي يعني يطلع ويجري على الويل عشان أقدر أصور. أنا كنت مستهدف إني أسوي فيديو كده زي الدوكيومنتري كده، ولكن مع قصة لطيفة كده، ولكن واضح إنه الشغل حيكون أصعب مما أتوقع، واحتمال كبير جدا إني أغير الفكرة كلها. الجواب حنعرفه إن شاء الله في اللايف الجاي. تحدي عن الإدمان، الفكرة الأولى اللي إجتني هي الفكرة اللي رح كفي فيها وهي عن المنشطات، عشان هيك بدي أقعد مع سيلين وأطرح عليها الفكرة وشوف شو بتنصحني عشان أقدر أكبسها للفكرة. شو طمني؟ شو وضع الفكرة هذا الأسبوع؟ في فكرة واحدة براسي وحاسسها بدها يعني بدها تعمل شيء حلو. أوكي. الفكرة هي عن الإدمان على المنشطات. I love it. المنشطات الرياضية. أوكي. أنا عملت ريسيرش كله تمام. هذا الفيديو بدي أفكر إنه اللي رح يشوفوه أكثر شيء رح يعمل تأثير عليهم الأولاد المراهقين. فهمت عليك، لأنه إذا في أولاد أو مراهقين عم بيشوفوا الفيديو اللي هن كتير بيتأثروا بالأشياء. بالضبط. ما بدك يهون يوصلوا بمسج إنه ما عليه شيء إذا أخذت منشطات ولا إذا عملت سبورتس وإذا أخذت هالمرة ولا هالمرتين، بالعكس بدك يهون ينقذوا وتيحضروا. من اللي بدهم يشوفوه؟ بدي أشرح شو هي المنشطات، بدي أشرح ليش العالم تأخذها، شو أضرارها وليش ما يأخذوها، كلها بدقيقة واحدة. بدي استخدم شيء قوي بس خايف الجوجز ينقصوني بالعلامات لأنه قرفوا من الفيديو. أول شيء ما تخاف، حتى لو رح تفرجي شيء منه حلو معمول شيء أنت مقتنع فيه قبل، لأنه إذا ما طلع الفيديو من قلبك وأنت تكون مقتنع فيه ما فيك توصل المسج. طيب حتى نشوف مين بيفوز. ما هيك؟
أنا شخصياً كتير بتقبل نقدة لسيلين. صار وقت روح حط كل شيء فوق بعضه، بلش ركب الفيديو. قررت إني ما بدي صور أي شيء لهذا الفيديو، رح استخدم كله صور ومقاطع مختلفة أنا عندي إياها. طلبت من أهلي يبعثوا لي صوري وأنا بمرحلة المراهقة، صور هيك وأنا تخين. هذا رح يكون جزء كتير مهم من الفيديو. عم بشتغل هلأ على المونتاج، عم زبط الفيديوهات، عم زبط الصوت، عم بلاقي صعوبة إني خلي القصة كلها تحت الدقيقة، فإن شاء الله يزبط معي. بهذا الفيديو أنا عملت خطوة جريئة إني ما صورت فيها، استخدمت كل شيء أنا عندي إياه وراضي عنه. أول مرة بقدم هيك شيء، إن شاء الله يعجب العالم. مرحبا راشد. اهلا وسهلا. شو كيف ال 75؟ اكيد شعور مره جميل. انا اخذت قبل، بس انه شعور انك تاخذ العلامه كامله شعور مره حلو. لا حد يتوقع انه اخذت الاول انه شيء سهل، بالعكس بيكون عليك مسؤوليه اكثر. يعني هلا شو بدنا نعمل هذا الاسبوع تنضلنا مبسوطين نحن وانت؟ فكره اللي فكرت فيها انها بتكون مثلا غرفه تكون ويكون فيها الوان كثير، وانا اسوي الالوان هذه، وبرضه انا بكون ملون شكلي، انه هذا انه ادمان في انه الشيء اللي انا جالس اسويه. شو يعني ادمان؟ ادمان يعني انا مدمن الشيء هذا، احب الشيء هذا. بتحب هذا الشيء بس شو يعني؟ انا ادمنت الشيء هذا، يعني انا خلاص تعودت انه اشم ريحه الالوان البخاخات واسوي وشوف حياتي كلها ملونه. يعني ما فيك تعيش بلا ما تشم ريحه البخاخات؟ لا لازم اشمها. عن جد؟ ايه. مع انه معقول هي بتضر؟ يعني مره الشيء هذا احبه، يعني اعتبره جزء من حياتي، لانه انا ما عندي مشكله نضيف شيء شخصي على الموضوع، لانه دائما التجربه الشخصيه بتقرب الموضوع اكثر للعالم، بس يكون ضمن التحدي اللي هو الادمان. اليوم انا بروح اصور المكان اللي بسوي فيه الرسمه، بنايه لسه جديده تبنى، فدورت مكان غرفه مغلقه فيها عشان اقدر اتحكم في التصوير، لانه بيكون اكثر سلو موشن. في الفكره هذه استخدمت اشياء يعني اكثر من البخاخ، اللي استخدمت الالوان الاكريليك، استخدمت البودره الالوان، لانه ابغى انوع في الرسمه والعمل، لانه تكون يعني فكره كامله عن الالوان وعن انا مدمن في ايش او احب الشيء هذا. يعني الحين خلصت تصوير ومبسوط بالنتيجه، وان شاء الله اذا تبغون تشوفونها شوفوها يوم الجمعه، وان شاء الله انها بتكون فكره حلوه وقويه. هاي ماريلين. هاي سليم، كيفك؟ منيحة. وقت خبرتكم عن التحدي انت حسيتي كثير ما حبيتي، فان شاء الله تكوني هلا عندك فكرة يعني شغلة. عندي فكرة حابة اطبقها، بس صراحة ما حبيت الموضوع لأنه حسيته هيك كثير نيجاتيف، كثير ما بحب احكي عن اشياء انا ما بتعني لي، فلما بحس انه ما عندي صلة شخصية او شيء بيرسونال مع موضوع معين بحس بيطلع غلط، ف هذا الشيء اللي هيك مضايقني شوي بهالقصة. مزبوط انه انت لازم يكون في شيء شخصي لحتى تقدر توصل المسج بطريقه واضحه، بس انت انفلونسر وانت رول موديل لكثير المراهقات، فيمكن انت لازم تطرقي على هذا الموضوع من هيدي الناحيه. وكيف معقول انت توصل لهم مسج عن البيوتي ويضلوا هن خارجين عن موضوع الادكشنز؟ بلشت اطلع انه انا البنات اللي بعمري بمجتمعاتنا نحن شو هن الاشياء الاكثر شيء مأثرين عليهم؟ صراحه طلعت بفكره ثانيه بدي يمكن اعملها. حاحكي عن عالم اللي بيكون عندهم مشاكل بيكرهوا شكلهم الخارجي. اوكي. وبيؤدي لادكشنز منها، مثلا الشوبينج، وفي عالم بتعمل اوفر عمليات تجميل، حتى انه في عالم توصل لمرحله انه بيصير عندها انه ادكشن انه مثلا على الانهيلثي لايف ستايل وما تاكل، عن حتى هي الفكره كلها انه اتس ادكتد انه على شكلهم. أوكي. ما بيهمهم غير شيء، فحابه اطرح هذا الموضوع بطريقه شوي يعني حتكون اكثر دوكيومنتري ستايل، لانه فيها كثير انفورميشن. اوكي، ثقيل شوي الموضوع هيك، يعني كان عندي صعوبه استوعب كل شيء عم تقولي، وخصوصي انه عم نحكي عن دقيقه وقت. فضاعت حسيتها، لانه يمكن انا حتى الفكره تبعي ما انا مكتمله لسه، فبدك تعملي شويه ريسيرش اكثر، تشوفي كيف فيك تبسطيها لفكرتك، وكيف فيك توصلي المسج، وشو فيك تحكي وشو ما فيك تحكي، تضلك ضمن موضوعك انت وضمن التحدي تبع هذا الاسبوع. اوكي اوكي. بعد ما قعدت مع سيرين وحكينا ححط القصص
تبع الفيديو كيف بدي حضره لحتى يكون عندي فكرة مضبوطة كيف بقدر أقدم هذا الفيديو. هلا بعد ما جهز البلوت والأفكار والنظرة الإخراجية هي كتير مهمة، هلا صار وقت التصوير. صورت بالأنتورك صار لي كذا أسبوع أنا ونور الدين بنشتغل مع بعض، بيصورني بصوره وهيك، يعني بعتقد نور الدين صار حافظ أشياء خاصة بالميك اب والفاشن أكثر مني. يعني التصوير كان جيد جدا صراحة. أنا هلا شغلي الأكثر حيكون على الكمبيوتر لأنه في كتير جرافيكس، في كتير رسم، في كتير صور حتفوت. هلا صار الفيديو جاهز وتعبت عليه كتير، ولو حابين تشوفوه يوم الجمعة موعدنا. نحن هلا بعد ما خلصنا الفيديوز وارتحنا نفسيا معزومين على الاحتفال تبع العيد السنوي الاول للأنتورك. طبعا مبسوط كثير انه عزمونا ومبسوط بالاجواء اللي هون. كل عمري بعرف أنتورك محل الشغل وضل بفكر بالشغل، اليوم تغير الوضع، موسيقى، اكلات طيبه، كل العالم عم تضحك، يا ريت كل يوم هيك. الجو اليوم كان كلش حلو، كنا محتفلين سوا ودنا نحس انه بدنا نقترب واحد من الثاني ودنا نصير عائله واحده. اجتمعنا كلنا قدام السيلفي بوكس وحبينا ناخذ صوره تذكاريه. طلعت حلوه الصوره وانا اللي احتفظت بيها، وهاي الصوره ان شاء الله دائما هي الصوره بتضلها ذكرى وبتذكرني بالأنتورك وبتذكرني بنجوم بلا حدود، بتذكرني بالايام الحلوه والايام الصعبه. الاكل كان كثير طيب والجو كان مره حلو ودقت البرجر كان يجنن. مرسل فيه رحنا شفنا سيلين أول مرة نشوفوها كما نقولوا خارج نطاق العمل. سيلين اللي بتدينا التحديات، شفنا جهة جديدة من شخصيتها لسيلين وطعمتنا تيراميسو وكان أطيب تيراميسو في الدنيا. تيراميسو كتير طيب بس كتير حجمه صغير، أنا بدي حجم عائلي كبير. احنا انا وعبدو محمود وراشد كلينا لي كريب كيف هما كلاو حاجه هيلثي، انا كليت بالشوكليت نوت هيلثي، كانت بنينه بزاف لذيذه. خربت بس ما خربت كثير الدايت، يعني هيك شوي زمطنا بالدايت اليوم. هو مره بالسنه عيد ميلاد أنتورك، فمره بالسنه نحن بنعمل هيك شيء. جنان عم تاكل كريب وعم تغطي سله تشيبس فيهم، فكاخصائيه تغذيه اكيد ما بقبل بهيدا الشيء. انا كل الفكره انه باكل حلو بيحلي قلبي، باكل مالح كثير بصير قلبي مالح برجع بحلي، وهي هي الفكره كلها. واليوم مسموح اكل لانه عندي تعب ومونتاج اليوم. كثير مبسوطين، بدنا نرقص، بدنا نسمع اغاني حلوه، متسلين بوقتنا، الجو كان كلش حلو. كنا محتاجين الجو هذا، فجأة نلقى نفسي مع الموسيقى تحرك. هذه كانت فرصة كويسة يعني إنه نكسر الحواجز اللي بيناتنا.